بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على البركة أيها الإخوة، ينطلق شوط بقول جديد من انطلاقات الخير والبركة هنا في أرضية هذا الميدان، ونحن دائما نتمنى التوفيق والناموس يا الإخوة المشاركين للمتابعين للمنطلقين على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله يا الأدهم ومحمد الحمد العويسي، النقلة على جلمود عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة، وفي المركز الثاني هناك رزين يحيى بن سلطان الملعاي ما شاء الله تبارك الرحمن. وثالث المراكز أيضا حضور وتواجد اسم جميل من الجانب الآخر، أيضا اسم جميل ومميز، وهناك حفتر وحمدان بن محمد المصرح الأحبابي. وفي المركز الساد اللي في المركز الساد متعود علي بن راشد بن حمد بن غدير، وفي المركز السابع هناك أمان أحمد بن علي بن محمد المسافري، وفي المركز الثامن أيضا ثامن المراكز وجود مهدي حمدان بن مخيز بن محمد الراشدي، وفي المركز التاسع أيضا دخول هناك تاسع المراكز أشوف حامل رقم 16 صيرمي عبيد سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة مع 10 المراكز، مشغل أحمد بن صالح بن أحمد بن خلاف القبيسي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، ما شاء الله للمراكز لعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في هذا الميدان وجلمود. ما شاء الله متعود على هذا المركز، متعود على هذا الناموس. وعبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاشتبي، وثاني المراكز أمان، وهناك أحمد بن علي بن محمد المسافري، وفي المركز الثالث صيرمي عبيد بن سلطان بن عبيد محمد الكعبي، وفي المركز الرابع أيضا هناك وجود رابع المراكز ضحضاح وعوض بن سالم بن سيف النعيمي، وخامس المراكز عشاق سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان جلمود. وعبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي مسيطر ومتابع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. أمان في المركز الثاني، أحمد بن علي بن محمد المسافري، ولكن الصيرمي هناك اللي يجاوز من مركز إلى مركز، وتعود ملكية الصيرمي عبيد بن سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. وصلكم حفتر وحمدان ما شاء الله، هناك 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 حمدان متابع، حمدان منطلق بن محمد بن حمد بن مصرح الأحبابي. هكذا كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي هناك لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. وفي طريقنا دائما إلى المركز الأول، في طريقنا دائما إلى هذا الانطلاق. يلا يا حفتر، يلا يا حفتر ما شاء. حمدان بن محمد الحمد بن مصرع الأحبابي متابع هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة على المركز الأول، ولكن الصيرمي ووصول أيضا ناصي فهد بن خميس بن ناصر بن خميس السنيدي ما شاء الله. اللحظات الأخيرة بن مصلح، اللحظات الأخيرة بن مصلح، اللحظات الأخيرة، الشعار الجميل الله الله الله، سلام بن مصرع، حمدان بن محمد بن حمد بن مصرع الأحبابي على هذا التألق الجميل وعلى هذا الفوز المميز اللي نشوفه على أرضية هذا الميدان. سليم عبيد بن سلطان الكعبي ثانيا، المركز الثالث هناك فهد بن خميس السنيدي، المركز الرابع أحمد بن علي المسافري، وفي المركز الخامس أيها الإخوة شعار الشامسي. 4 دقائق التوقيت، 31 ثانية 57 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.